متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. العارض أزياء الممثل الجزائري محمد رغيس، وبعد إعلان قرار اعتزالي في هذا المقطع. وآخر مرة، آخر مرة هالمثل الجزائر، واسمحوا لي بزاف إذا تقلت عليكم في البيوت الجزائرية والتلفزيون. وبعد هذا القرار تفاجأ محبو محمد من هذه الخرجة الغير متوقعة منه. نوميديا لازول كانت أول الرافضين لقرار اعتزاله، والفنانة الوحيدة التي علقت على منشوره. حملة رفض اعتزال محمد رغيس تواصلت من متابعيه، حيث تلقى رسائل مؤثرة من متابعيه يدعموه ويساندوه فيها، ومن بينهم هذا التعليق: صدقني أنت فاكهة المسلسل. على بالنا كامل بالدزيريين شاب يتنمر ويتمسخر، بصح ضربة صح كامل يقفوا معاك. برافو رغيس، وهذه كانت آخر مرة، إن شاء الله تكون هي البداية. وأنت كمشاهد، ما هي الرسالة التي توجهها لمحمد رغيس؟ ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيست أرت.